الأمر الثاني وهو الذي يقول بعض الناس إن هذه الدار دار كفر، دار حرب، وإن ما فيها هو غنائم مستحقة. هذا كلام لم يقل به فقيه واحد، هذا تأصيل سرقة. يريد الناس أن يؤصلوا السرقة، وهذا خطير جدا في الفقه. الأماكن التي نكون نحن فيها مشي كلها دار حرب، فعندنا دار حرب وهي التي يكون الحرب قائمة بينها وبين المسلمين، ودار وعهد، فنحن الآن في داخلون بعود، بوثائق، بفيزا، بشروط، فأنت داخل في هذا. وهناك أيضا من يدخلون عندنا في صورة ثالثة، صورة الأمن، المستأمنون وهم السياح والوافدون والسفراء والطلبة الذين يذهبون ويأتون. هذا العالم، هكذا العالم، ماشي عوالم منفصلة، هذه دار حرب، لا، هناك علاقات، وهذه العلاقات هي التي تحدث عنها الفقهاء وقالوا إن هؤلاء المخالفين منهم صاحب الحرب، هذه حالته الخاصة، ومنه الذمي، والذمي قد يكون معنا ولا حقوقه، ومنه المستأمن، ومنه المعاهد أو المعاهد، هذه الحالات. فأنت دخلت هذه البلدة إما بعهد منك أو من أبيك أو جدك، دخلت بفيزا. هل حينما دخلت أنت البريطانيا جيت بالطائرة وقصفت المدن ودخلوك تدخل؟ ما جيش أنت محارب أبدا، ولا تكون محاربا أبدا، جئت طالبا للأمن وأن يسمح لك بأن تعيش. وأنت الآن أيضا إذا منع عنك تلك الورقة ديال الإقامة، صافي تمشي في حالك. واش أنت من الغزاة ولا من جئت فاتحا لبريطانيا؟ شكون اللي قال لكم هذا الكلام؟ إن هذا ليس كلاما صحيحا. أنت جئت تعيش مع أناس لك معهم هذه الصلة، صلة العهد، والعهد يجب الوفاء به. وفي أحكام الفقهاء كذلك أن هؤلاء الذين يخالفوننا لا يجوز أن نمد أيدينا على شيء منهم إلا عن رضا وطيب نفس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد عاهد يهود خيبر، وفي معاملة وبعد المعاملة انصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء اليهود يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إن أصحابك أخذوا من محاقلنا من حقولنا شيئا من البقل وشيئا من البصل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ها هم، ألا لا أحل لكم مال معاهد أو معاهد؟ لم تكن أموال معاهد مستباحة عندنا، ولا تلست في حرب، ولو كنت أنت تعتقد نفسك في حرب لا كنت خرجت، لأنك تعتبر نفسك مخالفا. هذا غير كلام، وسمعنا هذا، والذين يقولون هذا الكلام هم أكثر الناس التصاقا بالأرض وبقاء فيها وتملكا فيها. إذا كنت تعتبر ذلك فما خصك تكون تما، خصك تكون برا وتقول هذا الكلام. أنت تجلس وأبناؤك ويتمولون، هذا النوع من العبث، قل نعوده في المساجد وكذا. ولحينما تقولون للناس أيها الناس نحن نحاربكم، متى تنتظرون؟ ألا يستطيعون أن يغلقوا أمامكم كل فرص الشغل والعمل والكرامة وما إلى ذلك؟ يجب أن نعطي للناس شعورا بأنهم مع أناس مؤتمنين. هل الذين يشتغلون مشروع تخويف من الإسلام وإسلاموفوبيا، نحن نقول ثم هناك شيء، هل أنتم وحدكم تستطيعون أن تسرقوا هذه لا، ما خدت واحد ما يمكن لك تسرقوا، غير كل من مع راسك. كل شيء عنده الآلات، وكل شيء عنده الكاميرات، الآن كنت تسرق في الدار ديالك عندهم الخبر عليك. من بالله عليكم، من هم هؤلاء الأشخاص الذين يأتون شعوب أخرى كلها تقول بأن السرقة حلال؟ كم توجد في بريطانيا من 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 من, من الجنسيات ومن الديانات ومن الإثنيات، والناس يقولوا خصنا نشتغلوا بحال الناس. أنتم لستم وحدكم، فإذا كان المسلمون هم وحدهم يستبيحون السرقة فسيحكمون على أنفسهم بالزوال. إلى يقول لك إلا حصلنا فيك أنت ما نزيدش ولدك معك، إلا بغى يجي شي واحد آخر نقطعوا له الطريق. وهم لأنهم غالبية، أيجوز أن نبشر الناس بهذا؟ هل هذا فقه؟ الفقه لا يشجع على السرقة. إذا كنت أنت مجاهدا ولك أحكام الجهاد، الجهاد ليس من أحكام، وهذه مسألة مهمة جدا،
الجهاد في جميع تفاصيله هو من أحكام الإمامة العظمى. الذي يتصور بأن واحد إنسان جالس في مسجد أو في مكان وهو يعلن الحرب أو ينهيها، ليس لك هذا. الحرب من أحكام الإمامة، ولي الإمام الأعظم هو الذي يعلنها. وإن لو كنا نعطي كل إنسان أن يعلن الحرب، معناه نرد العالم كله حروب، كل واحد يعلن الحرب على أصحاب داره. والآن المسلمين يعلنون الحروب على أنفسهم. يوم من يموت في الأرض؟ بالله عليكم، في من يموت؟ هل يموت شخص أو أشخاص وجماعات غير مسلمين؟ أبدا. من يموت في العراق؟ لماذا؟ من قتل من؟ طائفة قتلت طائفة وفاجأتها، والناس صائمون ويرسلون يقصف بعضهم بعضا والناس يتخوفون. وإذن بمعنى أن هذا خلل. الحرب والجهاد يجب أن يرفع الناس عنهم أيديهم، ما يدخلش الحرب، وإلا سيحيلون ينشرون الحرب حتى في حوماتهم في الدروبة ديالهم. غادي يولي حرب، كل واحد ما يعجبك شيء أعلن عنه الحرب. ليس هذا الإسلام الذي ترك الإسلام. أنا أقول لكم لماذا نختم بهذا، يجب أن تتعلموا، أن تبدأوا من الآن دراسة الفقه الإسلامي في بريطانيا. ماشي المشي هو الهدرة، أنا نتكلم الفقه بأصوله بقواعده بأصول الفقه على أيدي علمائي، ستختلف الصورة، ستختلف الصورة حقيقة. ولكن إذا كان نسمح لكل إنسان يلا عنده 20 يوم في الإسلام وغدا بدا يولي مفتي، يلا بدا يتعلم التوضا وغدا يقول وأنا وكذا وفي رأيي وعندي، شكون اللي قال لك أنت في رأيك وعندك؟ كان مالك يقول ما أفتيت حتى شهد لي 70 من أهل المدينة أني أهل لذلك. وكان الناس ومالك وفيها كبار العلماء يقولون لا يفتى ومالك في المدينة. ماشي تحجير، هذه حماية، لأن التشتيت سهل، البعثرة سهلة، ولكن أن تعطي الناس دينا متماسكا سليما صحيحا متحضرا لا يشعل هذه الحرائق، هذا هو اللي مطلوب منا في مثل هذه اللحظة. إذن أنا أجبت أظن عن السؤال الأولي والسؤال الثاني والسؤال الثاني وتتعتقد. أما هذه لا أريد أن أتحدث عما يفعله الناس، وهذه مسائل تتعلق بهم وفيها خلاف نظر.